سي سعد، اليوم شفنا مقابلة اليوم هيتشكوكية زوينة ما بين فريق أكاديمية القصبي وأطلس الحاجب. شفناكم في المدرجات والجمهور اللي جاء مع الفتيات ديالكم محتج، حنا كنشوفوا الواقع اللي كاين كنوصلوه. اليوم كان احتجاج على التحكيم، شنو يمكن لك تقول لنا على هذه المقابلة خلاصة؟ هو البداية حتى في البرمجة ديال المقابلة، من وقعت القرعة اتفقوا على أساس المقابلة بجوج غيتلعبوا السبت اللي طلعوا في القرعة، بينما تم تأجيل المقابلة الثانية ليوم الأحد ولم يقبل ببرمجة المقابلة ديالنا حتى هي تمشي يوم الأحد. هذا هو التكافؤ اللي كنسميه بعدا في البداية تكافؤ الفرص. ندخلوا للمقابلة، نعتقد أنه البطل المقابلة كان هو الحكم بكل صراحة، لأنه عرف كيفاش يسيب بطريقة أذكى من الذكاء باش يوصل يقسل الفريق ديال الأكاديمية. وكان نتأسف لأنه هذا مجهود ديال سنة ديال داك الفتيات واللي كانت واحد العزيمة قوية باش يمثلوا الجهة ككل واللي ما لا يحق الصعود للقسم الوطني الثاني. اليوم كنتأسفوا لأنه جميع المجهودات كتمشي هباء منثورة، وكنعطيو هدايا للعصاب الأخرى باش من أجل الصعود، لأنه حنا كنحاربوا راسنا كعصبة كمسؤولين وهادشي مؤسف. راه كان معايا رئيس العصبة كيتفرج وراه شاف كل شيء وحضر على جميع الأشياء وعلى جميع اللقطات اللي كان البطل ديالها هو الحكم. أننا شفنا بعض واحد اللقطات أن حتى رئيس ديال العصبة شاف بعض الأخطاء وبحال تأسف يعني، وانت جالس بجنبه كيفاش تشوف هذه المسألة؟ هو كمسؤول ما غادي يمكن له شيء، رغم ذلك كان ما غادي يمكن له يتصرف شي تصرف من غير الدعم ديال العصبة ديالو ديال التحكيم. هذا لا نقاش فيه، ولكن ما كنت أسفو كي قلت لك، راه كان جمهور، كانوا مسؤولين، كانوا ناس ديال الكرة، كانوا حكام، كان راه كل شيء شاف المقابلة كيفاش دازت، ويا أسفاه على أنه المجهود ديال سنة ديال الفتيات الأكاديمية كيمشي مع الصفيرة ديال الحكم هباء منثورا. شكرا جدا. وراه ما كنظنش انه حنا كنتهيئوا المتظاهرات كبرى وحنا مازال كنعيشوا هذا التحكيم اللي وصل اسفل سافلين، ويمكن نرجعوا لانه ما كاينش التكوين، ما كاينش، كاين تحرميه في التحكيم، وحنا مازال بعاد على التكوين في مجال التحكيم. ما يمكن لكم دابا ديروا حتى شي حاجه، شي اعتراض، شي حاجه، صافي صح وضمير هذوك الناس اللي خصهم يقوموا بالواجب، تكون الصحوه ديال الضمير انه من اجل انصاف هذا الفريق هذا. لانه اولا المقابله تلعبت، ما تلعبش كفا جوج مقابلات تلعبوا في نفس الوقت. ثانيا راهم شافوا على التحكيم كيفاش مر، ونخليو لهم هما والضمير ديالهم، يعني الا كانوا مازالين باغيين يتماداو في هذا الشيء الله يعاونهم. احنا ما يمكنناش نمشيو في هذه الطريقه. شي رساله للاعبات ديالك السي سعد؟ كنهنيهم، اللاعبات داروا المجهود ديالهم بكل صراحه، داروا مجهود طيله السنه واحتلوا المرتبه الاولى، ولا يعقل انه حتى هذا السد هذا، لانه الا بغينا نوسعوا القاعده لكره القدم النسويه خصنا نوسعوا القاعده في البطوله باش نكثروا من الفروق، لانه مجهود ديال عام كامل كتجي مقابله كتهرس كامل تظهر، لانه هذا الشيء ديال السد ما بقاش عنده مجال. الفرقه اللي كتحتل المرتبه الاولى خصها تطلع. سي فتاح، اليوم كانت مقابله هيتشكوكيه كما قلنا مع فريق اطلس الحاجب، شنو يمكن لك تقول لنا على هذه المقابله هذه والهزيمه، شنو كتقول انت في هذه المقابله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا تنهني فريق الحاجب اللي انتصر علينا، وهذه هي الروح الرياضيه. الفريق ديالنا اليوم ما خسرناش حنا عن صدفه، فكاينين البنات ديالنا اللي تنظن المشكل الاول هو نائب رئيس العصبه اللي كنا غادي نلعبوا في نفس الوقت يوم السبت، وجاب بهاتف عيط للعصبه واجل الماتش بيد ما الرئيس في اللايف عندنا مسجل تيقول لك باللي ان الديمقراطيه والشفافيه وتكافؤ الفرص. فين هي تكافؤ الفرص؟ انا اللي اقسمي عندي اربعه البنات عندهم الامتحانات اليوم ما جاوش، وهذيك الفرقه ديال ويسلان غيلعبوا غدا في فاس بالاحد، ما عندهم لا قرايه لا والو. انا ما تنسقش لاننا خسرت
بهذه الاسباب، ولكن خص شويه ديال الديمقراطيه والشفافيه فهاد المناسبات ديال مقابلات السد. بالنسبه احتجينا على التحكيم اللي في دار مقابله ممتازه، ولكن بعض الاغلاط اللي كانت يمكن تغير مجرى ديال اللاعب اللي احتجينا في درنا احتجاج تقني. كل شيء راه شاف المقابله وشاف لان فريق اقصبي كانت يتحارب مع الحاجب ومع الفراقي كاملين لحقاش ما عرفت شنو كاين، ولكن تنهني البنات ديالي واخا انهزموا كانوا احسن فريق هذا الموسم. وشنو شي رساله للفتيات ديالك؟ وتنظن بلي ان الفتيات ديالي حنا كاستاف تقني تنتحملوا مسؤوليتنا، وهما تنهنيوهم على المجهودات اللي داروا السنه كامله. ودابا ما بقى والو، تنظن بلي ان غنبقاو ماشيين معاهم وغنعاونوهم حتى في الدراسه ديالهم باش الله وعسى عندنا البنات اللي عندهم الباك، عندنا البنات اللي عندهم السيزيام، غادي نعاونوهم باش خسرنا في السد ولكن غادي نحاولوا نربحوهم في الدراسه ديالهم. شكرا سي فتاح، وكنتمنوا لك مسيره موفقه، وكذلك كنهنيوك على البطاقه اللي غادي تمشي ليها ان شاء الله للديار المقدسه ان شاء الله. شكرا سي المغوش، وبهذه المناسبه كنجدوا الولاء والاخلاص لسيدنا الله ينصرو والمؤسسه محمد السادس اللي كنت من منعم عليهم باش غنمشي للحجه السنه، وما هذا الا دليل على العطف ديال سيدنا اللي تعطف على الرياضيين واللاعبين ولا كل ما هو كفنيين كل شيء، وتينعم عليهم بهذه المناسبه. اعياد رئيس جمعيه تحقيق اطلس للفريق النسوي، كان عندنا اليوم ماتش ديال الباراج اللي كان ضد اكاديميه اقصبي، كان ماتش ممتع، كان تحكيم في المستوى، كان تنافسيه، وكان ماتشات اول مره تجربوا هذه الماتشات ديال الباراج، وكان لنا الشرف اننا نلعبوهم. وتنشكروا كل مساهم في هذه التظاهره، لا من العصبه ولا لم تحكيم، لا من الناس اللي ساهمت. وتنزيد تنشكروا الناس الحاجب اللي ساندونا، جمهور وامهات ومسؤولين اللي ساندونا باش نخوضوا هذا الغمار هذا ديال العصبه. وكاين شكر كبير للسيد الرئيس المجلس البلدي اللي دعمنا ماديا ومعنويا، وتنشكر بالخصوص السيد مولاي الحسن لان السيد واقف معنا بجميع القوه ديالو. كنا باغيين كفريق باغيين نلعبوا مع الفرق في المستوى ديال الاكاديمي ديال اقصبي، فريق في المستوى انه عنده لاعبات موهوبات اطور في المستوى ديالو، ولنا الشرف نلعبوا معاهم.